وبالوقت اللي كانوا فيه نجوم بوليوود يتكرمون في الإمارات، كثير نجوم من مختلف العالم العربي تم تكريمهم في لبنان من خلال مهرجان الزمن الجميل اللي يرجع بعد غياب بسبب القيود اللي فرضتها كورونا بالسنوات الماضية. وأجواء هالحفل بتابعونا في Tracking Story Number 2. احنا عنا حضارة غنية كتير ورح نرجع هالحضارة ان شاء الله، رح نذكر الأجيال الجديدة شو كان عنا، وعلى أمل انه نسترجع هالأيام العز. الإصرار على تكريم نجوم رغم انهم هن عمالقة بمجالاتهم هو شو، من باب الإضاءة عليهم أكتر، وفا لألهم؟ ليه؟ أنا بقول كله مع بعض، بدنا الإضاءة أكيد عليهم، لازم يتسلط عليهم أضواء، ونفس الوقت في شيء اسمه إخلاص، في وفا. يعني إذا نحن ما عنا إخلاص لكبارنا، مين بده يكون عنا؟ الغرابة؟ لا، نحن لازم نضلنا إيد بالإيد ونقول لهم إنه الدنيا لسه بألف خير، ونقول لهم كمان إنه نحن ما نسيناكم، أنتم بقلوبنا. وبقلوب الجمهور قائمة طويلة من نجوم الزمن الجميل، ومن أوائل المكرمين اللي التقينا بهم بهالليلة هي صفية العمري. مشتاقين لي كتير، وأهلا وسهلا فيك بلبنان. الله يخليك، أنا مشتاق لبنان أكتر. اليوم اخترت اللون الأخضر لإطلالتك، ليه؟ علشان فكرت في شجرة الأرز الجميلة، شجرة لبنان، فقلت لازم أختار حاجة من اللي أنا بحبها، أخذ فرع من الشجرة. يعني ست صافي، أدي بيعني لك التكريم اليوم؟ بيعني لي كلمة شكر كبيرة، لأنه أحلى حاجة في الدنيا أنه الناس تقول لك شكراً على مجهودك، شكراً على اللي أنت قدمته كله في حياتك، فهي كلمة شكر. وهالفكرة تعني كثير لمادلين طبر اللي تتكرم لأول مرة ببلدها الأم. أنا جاي أتكرم بلبنان وفرحانة، صار لي سنين بتكرم بكل الوطن العربي إلا بلبنان، فمثل ما تقول هيك يعني ضمن الإحباطات الملايين، الإحباطات اللي عنا بهالبلد، لأنه إحنا أخذنا ميدالية الإحباط بالعالم. إيش عم بيصير؟ إنه ما حدا حاسس بحدا، ويطل فجر هرتش دكتور ساغوازاريون يقول لي لا صحح الصورة حتتكرمي بالزمن الجميل. أول ما قال لي قلت له يعني معناتها أنا ختيارت؟ طبعاً كلنا كبرنا، لكن الحمد لله بنكبر مع نجاح، والتكريم مش أكتر من إنه بيعطيك شهادة بأنك أنت ماشي على تراك الصح. وهذا ما أكد عليه حسام تحسين بيك اللي أيضا كرم عن مجمل مسيرته. هذا اليوم بيعني لي، مو بس بيعني لي، وبيعني لكل فنان. يعني هذا اللي بيعنون قيمته للفنان، وبيحسسنا أنه نحن موجودين، ونحن بدائرة الاهتمام. فالشكر الكبير لكل مين قدم وساهم لهال المبادرة هاي. وبخص بالذكر تمام الدكتور هرتش، فنان يعني عم بيشتغل بالحياة، لكن بين مرة وتانية تجي دعوات، هاي بتعمل له شحنة ودفعة قوية للاستمرارية. أكيد لو ما كان في هيك فعاليات يعني كان هو يمكن نفسيا يتراجع. إيه، لكن هذا من بين يعني مثل بتعمل فيتامينات، هي مثل الفيتامينات، بين مرة وتانية فيتامينات، هي مثل الفيتامينات بين مرة وتانية بتخليه على طول هو يحاول يكون أفضل، يكون أجمل، يكون أصدق، حتى يتواجد بهيك احتفالات يعني، فمهمة كثير. وأهمية هالاحتفال كبيرة أيضا لفادية عبد الغني لأنها تكرم للمرة الأولى من قبل مهرجان بلبنان. جت تكريم، مش تكريم مهرجانات، ولكن تكريم دولة. النهاردة أنا مبسوطة أني معاكم، لأنكم شعب جميل قوي، وشعب رقيق، وشعب محترم، وبجد حبوب وبيحب الدنيا وبيحب الحياة، فبيحسس الواحد بأنه هو يعني فريش. وشعب بيحبك كتير، وكان مشتاق لك، كان صار له فترة أنت غايبة عنه، غايبة عن الشاشات، شو كان سبب الغياب؟ والله بص، أنا الحقيقة يعني غبت لأنه حصل هبوط في الحالة، مش الحالة الفنية العامة، ولكن في الحالة الفنية بالنسبة لي، لأنه كان كل الأعمال اللي بتتعرض عليا ما كانتش بتضيف لفادية عبد الغني حاجة جديدة يعني، أو بتضيف لها حاجة كويسة لأعمالها. فالحقيقة أثرت إن أنا لا أخليني قاعدة لغاية ما تجيلي الحاجة، وفي نفس الوقت الحقيقة كنت بمر بظروف صحية
منعتني ان انا اشتغل فتره كده يعني. اما هاني شاكر اللي نال جوائز واوسمة عديده من حول العالم وسعيد جدا بهالتكريم تحديدا. بحس انه ده وسام على صدري، انه يعني احس انه الناس بتحبني، الناس بتكرمني، الناس بتكرم هذا التاريخ الطويل. الحمد لله الحمد لله، ده شيء اكيد بيسعدني. واللي بحس بيه اكتر كمان السعاده ان انا اللي بستلم هذا التكريم بنفسي، يعني مش بعد الواحد ما بيرحل. كنا دايما بنقول انه يا ريت التكريم يبقى في حياه عين الناس وهي عايشه. وهاني ما تردد للحظه بالحضور وقت اتصل فيه دكتور هراتش. لما فكرنا انه هالسنه هي دوره الخامسه نعمل فئه جديده اللي هي ايقونه الفن العربي، فتم الاختيار على أستاذ هاني شاكر. حملت التليفون قلت له يا أستاذ هاني. قال لي أيوة حبيبي. قلت له حبيبي تفضل على لبنان. حبيبي تعال ونورنا ونورنا وقلنا على مسرح بحبك أنا. وإجا وحيقلنا بحبك أنا. ومن أجواء الاحتفال والفرح إلى التوتر الحاصل بمصر على أثر انتقاد الشاعر ناصر دويدار للسيدة أم كلثوم بإحدى الندوات اللي تواجد فيها، الأمر اللي أثار موجة غضب كبيرة، فكان لابد من أخذ تعليق شاكر على الموضوع. أنا رافض طبعا هذا الكلام ونزلنا بيان، لأنه مهما يعني عايز أقول اللي بيبقى فيه نقد لكن ما ينفعش يبقى بهذه الحدة ومش على أي حد. أم كلثوم هرم فني رابع. ورغم اعتذار الشاعر ناصر دويدار عن تصريحاته بشأن أم كلثوم من خلال بوست على فيسبوك ومن خلال عدة لقاءات صحفية، إلا أن الاعتذار ما هدأ الأزمة. فحفيدة شقيقة أم كلثوم جيهان الدسوقي وكلت المستشار القانوني ياسر قنطوش لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد دويدار، واللي قد تصل إلى حكم بسجن 3 سنوات بحسب كلام قنطوش.